أهلاً بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج مراسلون الذي نصحبكم من خلاله في جولة على أبرز القصص الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية برفقة مراسلين من الميدان. نشطاء وإعلاميون في قطاع غزة أطلقوا مشروع باص التوعية لتعزيز مسؤوليتهم الاجتماعية أمام أهلهم وناسهم في زيادة التوعية بضرورة أخذ تطعيم كوفيد-19، هذا الفيروس الذي فتك بالعالم أجمع. فقاموا بزيارات إلى مراكز التطعيم وأنحاء مختلفة في القطاع. مراسلتنا أريج الشوى رافقتهم لنتابع. حملة باص التوعية، زيارة ميدانية لمراكز تلقي اللقاح، وحملة توعية أطلقها نشطاء وإعلاميون حول مدى أهمية التطعيم وضرورة الحصول عليه، فانبثقت الفكرة ضمن مسؤوليتهم الاجتماعية. اليوم احنا موجودين اللي هو مبادرة باص التوعية. هذا الباص بتنفذ مع اللي هو نادي الإعلام الاجتماعي، هدف منه انه احنا نعزز الأفكار الصحيحة والمعلومات الصحيحة عن التطعيم لدى المجتمع الفلسطيني من خلال انه احنا يكون في عندنا جولات لها علاقة بعيادات التطعيم على مستوى قطاع غزة، وبتجمعات سكنية راح نروح لها مع مثقفين صحيين عشان نحكي عن التطعيمات، نسمع ايش في عند الناس إشكاليات عن التطعيم، بهدف انه ننشر المعلومات الصحيحة. انت بتحكي عن فيروس ما اجتاحش منطقة، اجتاح العالم كله، فاحنا كمان جزء من العالم هذا، زي ما في فنانين مبدعين مؤثرين لهم اتجاه بلدهم، واحنا تقريبا فلسطين اكثر ناس عندنا اهتمام بقضيتنا وبلدنا، فاحنا من باب اولى ان احنا نهتم بالتوعية وبالامور هاي، لانه هي مسؤولية مش فردية، مسؤولية للمجتمع كله، اذا انحلت المجتمع كله حيرتاح ان شاء الله. الفعالية أو الفكرة إجت من رؤيتنا كشباب وكمبادرين إنه هنالك ضعف إقبال لدى الناس على تلقي اللقاح والتطعيم، بالإضافة لوجود بعض الشائعات اللي كمان بتخلي مخاوف وهواجس عند الناس من تلقي التطعيم. فكرنا كيف نساهم في تعزيز دور الوزارات والمراكز الصحية في نشر هذا الوعي وحث الناس على تلقي التطعيم. من هون جاءت فكرة باص التوعية اللي بينفذها نادي الإعلام الاجتماعي بالشراكة مع إنقاذ المستقبل الشبابي وبتمويل من اليونيسف. خط سير الباص بدأنا من جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي وتوجهنا لمستوصف الشيخ رضوان، وهي نقطة تطعيم موجودة في وسط قطاع غزة، من ثم سنتوجه إلى قرية أم النصر وهي منطقة مهمشة، سنتحدث إلى الناس ونوعيهم في عن أهمية اللقاح وأهمية التطعيم وكيف ياخذوه، وراح نحكي بعد هيك من خلال جمعية زينة راح نكون متواجدين معها لنوعي النساء في المناطق المهمشة. كمان احنا اليوم في هاي الاماكن او المناطق الريفيه حابين نحكي احنا والناس، لانه كمان هاي الناس ما بوصلها خلينا نقول الاعلام بشكل كتير قوي، فاحنا شفنا انه الطريقه المناسبه انه احنا ننزل على الميدان نحكي وجها لوجه مع هدول الناس من شو خايفين، شو فكرتكم حوالين التطعيم، شو بدكم تعملوا حتى نساعدهم في انهم ياخذوا الخطوه المقبله في تلقي التطعيم، ولو شعرنا كمان انهم حتى محتاجين انه نفتح نقطه تطعيم هنا بالتعاون مع انقاذ المستقبل واليونيسف راح نقوم بهذا الامر ونفتح كمان نقطه تطعيم في هاي المنطقه حتى نوفر عليهم كمان وقت وجهد. الهدف من باص التوعيه اليوم انه احنا نوجه الناس لحتى ياخذوا اللقاح ضد كوفيد 19،
ولحتى نعطيهم جرعة أمل في أنه الحياة أفضل في المستقبل مع أخذ التطعيم، ولحتى نوعي الناس أكثر ونكون على أرض الواقع مع الناس أيضا من خلال السوشيال ميديا، من خلال الوسم تطعيم فرصة اللي راح نشتغل عليه إن شاء الله. في العقدين الأخيرين ازدادت محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض تغيير ديموغرافي في يافا عموما وفي حي العجمي على وجه الخصوص، مستخدمة أساليب تهجيرية أبرزها سلب البيوت بالمناقصات عن طريق شركة عميدار التي تتبع لدائرة أراضي إسرائيل. نتابع هذا التقرير في مظاهرة ضد اقتلاع سكان يافا من أرضهم. من عندك تلعلى أسود، من يافا تلعلى أبطال، من يافا تلعلى أبطال، نرفع راية النضال، نرفع راية النضال، صوتي عالي وصوتي هار، من يافا تلعلى أبطال، نرفع راية النضال. مش لازم بهذه الطريقة نرتمي بالشوارع ويخلونا من البيوت، احنا تعبانين، هذه بلدنا، احنا اولاد البحر، احنا بلد فلسطين، احنا ولدنا عبر جدا، يعني هون مش معقول احنا نروح نرمح بالشوارع نرتمي. انا المرأة حطيت دم قلبي على هاي الدار، اليوم ماليش اوضه اروح ادفع كمان اجارات، وبعدين انام باجار، يعني الدوله اعطتني الدار لازم كمان هي تتحملني تعطيني محل ثاني، وهم مش معترفين بولا شيء، لانه مش انا لحالي، انه انا الوحيده اللي بدها عشان هذه المظاهرات، هذه عشان كل هيتنا، يعني كنا لازم نكون يديه واحده قلب واحد، البلاد راحت هيك كمان دور نرجع على نفس الموضوع. بعدين احنا هنا اولاد البحر، احنا زي السمك، السمكه بتعيش بلا بحر، احنا بعدين مش ذنب، احنا الراس، احنا الراس هنا. هاي المظاهرة هي استمرار للعمل الميداني اللي قررت عليه اللجنة الشعبية للدفاع عن الحق في الأرض والمسكن في يافا، وإحنا متوقعين بشهر 9 تزيد وتيرة إخلاءات العائلات العربية من بيوتها في مدينة يافا، فقررنا كمان التصعيد في النضال، والنضال عم نشتغل على عدة مستويات، الأساس هو العمل الميداني زي ما إحنا شايفين هون اليوم، ولكن في كمان الموضوع القضائي، وفي كمان العمل البرلماني وامام المؤسسات الرسميه في الدوله. احنا شغالين على عده اصعده، ولكن الاساس دائما هو الميدان. يافا بقي فيها من 22 ل 25 الف مواطن عربي، اللي جزء منهم كبير هو مش يافاوي، وكل هذا من نتائج التهجير اللي كان بسنه 48 واللي تلاه بعدين. النكبة مش رح ترجع، النكسة مش رح ترجع، واحنا صامدين بيافا، لو ايش ما بده يصير اللي صار بالماضي مش رح يرجع كمان مرة. لينا العطاونة شابة تدير مشروع وادي عتير للتنمية المستدامة في النقب، وتعمل على تمكين المرأة البدوية مع الحفاظ على العادات والتقاليد المتوارثة. مشروع وادي عتير عبارة عن مبادرة مبتكرة وطلائعية خاصة بالمجتمع البدوي في النقب، ويهدف إلى إنشاء منظومة زراعية ذات بيئة صحراوية. مراسل مساواة في الجنوب أجرى لقاء خاص مع لينا العطاونة. بداية المشروع أو الفكرة تبعت المشروع بدأت حوالي قبل 12 سنة عن طريق المبادرين مايكل بن إيلي والدكتور محمد النباري، وبناء المشروع بدأ حوالي قبل 6 سنين. هدف المشروع هو إنشاء منظومة زراعية بيئية اجتماعية
للمجتمع البدوي اللي هي قائمة على الأسس الاستدامة اللي بنتها بناها المختبر العالمي للاستدامة في نيويورك. الهدف بينه هي الموازنة بين الحضارة والتقاليد للمجتمع البدوي، الموازنة بينهن. اليوم المشروع فيه أكثر كما تقريبا من 50% نساء شغالات في المشروع، في منهن في وظائف اللي هن إدارية محترمة، زائد انهن اليوم هن بيوصلن بتقدمن في الشغل حسب كل وحده شو القدرات تبعاتها، زائد ان احنا بنشتغل على التمكين النساء والموظفين بشكل عام، مع انه احنا اكثر بنحط النقطه او تسليط الضوء على النساء هنا في المشروع. ولكن بالرغم من ذلك لينا، هناك أيضا مشاكل تواجهكم، خاصة ونحن نتحدث عن مجتمع تقليدي محافظ جدا في النقب لحتى الآن. يعني إحنا لما بدينا المشروع فكرنا في كل هاي الأشياء، وكان جدا مهم بالنسبة لنا أنه نهيئ الظروف في العمل، خاصة من ناحية ساعات العمل، كيفية العمل، قديش العمل راح يكون صعوبته، نهيئه للنساء البدويات، خاصة النساء اللي هن عندهن عائلات وأولاد، وفي أوقات هن لازم يكون موجودات فيهن في البيت. زائد إنه إحنا أخذ معنا وقت شوي إنه نقنع الناس إنه هنا برضه راح يكون محل إنه هو محترم كفاية، بحافظ على العادات والتقاليد، ويكون أهل وجد يكون أهل ومناسب للنساء إنهم يشتغلون فيه. أنا تعلمت لقب أول هندسة كيمياء، ولقب ثاني هندسة صناعة وإدارة، اثنينهن من كلية سامي الشمعون في بير السبع. الحقيقة هو أنه مشروع وادع الطير هو أول مكان عمل بالنسبة لي. قبل ما أنقبل للشغل هون انقبلت لكمان محل في نفس الوقت اللي هو كان بنك بوعليم، بالرغم من أنه أكثر الأهل قالوا لي روح اتجهي للبنك واشتغلي في البنك، أصريت أني أشتغل في محل اللي هو زي وادع الطير، اللي هو بالنسبة لي شيء جديد، شيء اللي هو مميز مش موجود في مطرح ثاني. وبدأت أشتغل في منصب إداري، وأدرت بعدها المحلبة هنا لسنة. آخر 2017 طلعوا في مناقصة لأنهم يبحثوا عن مدير عام للمشروع، وأنا أكيد قدمت لهي المناقصة لأني لقيت حالي عن جد في المحل اللي هو المضبوط، وعندي القدرات الإدارية المطلوبة. ولحسن الحظ أنه من بين 15 واحدة اللي قدموا المناقصة أنا فزت فيها واختاروني أكون مديرة المشروع. اليوم زي ما أنتم عارفين حوالي 4 سنين أنا مديرة المشروع. في أهداف كثيرة، أهدافي من ناحية المشروع أنه أولاً إحنا نخلص أو نوصل لكل الأهداف اللي المشروع حطه لنفسه، اللي هن أنه يكون مستقل من ناحية مادية، أنه إحنا نبني شبكة جداً قوية مع المجتمع البدوي خاصة والمجتمع العام، أنه إحنا نوصل من ناحية الاستدامة والأسس تبعت الاستدامة نحن نوثقها في المشروع لأبعد الحدود، أن المشروع يكون مركز ثقافي، مركز تربوي وتعليمي لكل الطلاب اللي موجودين اليوم في النقب خاصة. من عتمة الزنازين إلى القمة في الفنون القتالية المختلطة، سطع نجم يزن جابر ابن بلدة العيساوية التي اعتادت مواجهة الاحتلال بشكل شبه يومي، إلا أن إصرار شبابها على الحياة تمثل في هذا الشاب الذي حصد الميدالية الذهبية للقدس وفلسطين في بطولة جام الأسيوية. أنا اللاعب يزن حمدي جابر، العمر 23 سنة، الحاصل على ذهبية آسيا في الأمامية منظمة قامة.
طبعا انا اول شيء بلشت رياضه الملاكمه قبل ما انحبس قبل عمر 16 سنه. بلشت رياضه الملاكمه لعبت فيها كم من شهر وبعدها انحبست عند اليهود من عمر 16 روحت على عمر 18. لما روحت كنت حابب ألزم في رياضه قتاليه لانه هو هي كانت الحلم تاعي. فتعرفت على مدربه فادي مصطفى وبلش يعني اللي تعيد فضل عندنا على النادي وجرب كيف التمارين وهي. فانا بلشت في تمريني والتزمت فيه اول يعني شهر شفت انه لسه يعني بدي كمان. فصرت احكي له انه بدي اتمرن مرتين باليوم وثلاث مرات باليوم. فحكى لي تمام فيش اي مشكله هي في الطلاب تيجي تتمرن. فانا كنت اتمرن صبح وليل اول شيء. فالحمد لله صرنا نطلع بطولات صار يشوف انه في شيء منيح. بس انه اللي كان عائق عنا اللي هو الشغلات الماديه لانه يعني انت بتعرف عنا يعني انا طالب جامعه كان عندي دوام جامعه وكان تدريبي وكان لازم المفروض اني اصرف لجامعه واصرف لسفر. فهذا كان عائق لي. فكنت انا لما اروح الجا للمؤسسات ما حدا كان يقول لي احنا ما بندعم افراد ندعم مؤسسات. فالحمد لله رب العالمين يعني ابوي كان قال لي انت خلص جامعه روح على الجامعه روح على تمرينك ما بدي منك تشتغل بالمره بدي اياك تخلص جامعه وبدي اياك تطلع لمراحل منيحه في الرياضه اللي انت فيها. مدربي كان داعم لي بشكل رهيب بالتدريب بالامور هاي في نطلع نسافر كان يعني مثلا يترك اهله ويجي يسافر معي ويترك اولاده ومرته ويجي يسافر معي. ف الحمد لله يعني كان في ناس متفرجة علي. والله التحديات والصعوبات كتير في يعني عائق كبير بس أنا كنت شايف هدول كلها زي مطبات يعني مطبات ومجرد مطب أنا بطلع عنه يعني رغم أنه في مطبات كانت كتير عالية. هاي ذهبية آسيا في الأممي منظمة الجاما في الأممي كل الدول الآسيوية حول العالم بتشارك فيها. منظمة بطولة كتير صعبة كتير بدها تجهيز كتير بدها تعب كتير بدها تجهيز كتير. فالحمد لله يعني التغريب عن الأهل والمعسكرات وشوي تقصير كان في الجامعة هذا كله عكس أنا إيش عكس تعبي يعني في الذهبية هاي الحمد لله. والله الرياضة هاي رغم أنها كتير صعبة وعنيفة كتير وفيها كتير إصابات إلا أنه أنا لما روحت يعني شباب كتير يتواصلوا معي يقولوا لي يا زلمة بدنا نتمرن بدنا نجد معك نتمرن معك هاي الرياضة إحنا هاي كتير حابينها بس ما فيش عندنا في البلاد حدا يوصلنا للمرحلة هاي عندنا أشغال وعندنا هيك وعندنا هيك. فأنا كنت أحكي لهم أنا عمي هاي نادي ومدربي وكلنا جاهزين يعني زي ما أنا صرت زي ما أنتم كلكم راح تصيروا إن شاء الله بس اللهم هي بدها إرادة وإن شاء الله خلال إحنا الأشياء اللي إنجازات نسويها بنلاقي عبرها ناس داعمين وإحنا بنتمنى إنه يكون في ناس داعمين ليشوفوا في شباب يعني إحنا حتى عندنا لمستوى النادي هون في كتير ناس أبطال بس ما في ناس تطلعهم. طبعاً أنا حالياً ما أخذ ذهبية آسيا في الأمامية حالياً أنا بدي أخذ ذهبية العالم إن شاء الله اللي هي البطولة قريباً ذهبية عالم واللي بعدها ان شاء الله بدي اعمل فيه يعني انا عامل خطط لي برنامج خططي قصير المدى وطويل المدى. فان شاء الله يعني كمان سنتين راح اكون في منظمات يعني كمان سنه منظمه كبيره اللي هي اكون يعني انا اعيش منها تكون هي شغلي. فانا حابب انه اكون انا اول فلسطيني في كل هالتعب وكل هالاشياء اللي بتصير فينا انه يكون اول فلسطيني في منظمات عالميه زي هاي. ففيش شيء صعب علينا هي امور كثير صعبه بس علينا ما فيش شيء صعب وان شاء الله تزبط معنا وبنوصلها وبنصير وعلمنا واسمنا بكون فيها. وبهذا التقرير نكون قد وصلنا لختام حلقه مراسلون. نلقاكم الاسبوع المقبل بحلقه جديده. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. الى اللقاء.